الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد أولا وآخرا ولك الحمد ظاهرا وباطنا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد أبدا أبدا اللهم ربنا لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا يا صاحبي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا حافظي في نعمتي يا ولي في نفسي يا كاشف كربتي يا راحم عبرتي يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اغفر لنا ما مضى من عمرنا أصلح لنا ما بقي من آجالنا اغفر لنا ذنوبا نسيناها وأحصيتها اغفر لنا ذنوبا نسيناها وأحصيتها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا لا تجعلنا ممن قلت فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا تجعلنا من هؤلاء
قبلت صيامه وقيامه. اللهم اقبلنا، اقبل صيامنا، اقبل قيامنا، اقبل وقوفنا بين يديك، اقبل دعاءنا ورجاءنا. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك عنقه وفاضت لك عيناه. اللهم لا تجعلنا بدعائك من الأشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما. تكرم علينا برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن لم نكن قد أعتقنا فيما مضى من رمضان، فأعتق اللهم رقابنا من النار، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا من النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.